بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت عشر كين أنت أنا إنه بلابين وحن دور حل يركو سمين دونا لبدي صدح ذي عشرة هورين سوق قاضني سان أو وودنا إن إسكو كين حدمان عشر كمان تان قاضني إنه وضبط حنون وتحن لا رورك عشرة هورين سوق قاضن ما لتو جورس وحن وكش هكيني كم أتحادو إسكر واقسي النفط إنه قف بنفتي سكرته نفتي سكر واقصده فهمه أوده هيسا ماله ويك نسيس كي يدعف كله أما مالها أو كوها سيء وكل يتو قرته أبيل تيس كي يكرتيها إلى هي سيء وقرته وحيابا ديرقلي وقاده وحيابا نيتشبي وقاده وحاس وردن وحن يسكن إلى قر واقصي كان نفتا وإنه قيب لونك عانك اللوغو مقعدره قر واقصي كان نفتا يحنك مالي تامر كيكو عكتي وحن يوغاني قف بهدو يسفهمه أو قيلم قيمه يسفهمه أو فهمه مالها وكليته أو فهمه مالها وكفي عن هاي أو فهمه أودها إلى هاي سيات ربالها دين محور دحلية قف بهدو يسكرن وايو عذر كقولو قضاها كلا لقولها identity crisis يسكرن واه يسفهم واه أن نفتي سيء أوده سيء overall نفتي صورن ونكور قبين محاو سبب دونتها محاو نتيجة دي سنقون دونتها aan markaan inta ka sii sheekeynay waxaanu raacinay hadana sidee baan anigu isku bedel karaa ma u baahanahay isbedel isbedelka xagee ka bilaabaa isbedel noocii aan u baahanahay anuu ma dooran karaa isbedelka awood ilaahay ma siiyayna isbedel ku sababi karo intaas oo dhan markeen wada qaadanay waxaanu maanta qaadanaynaa insha Allah waxa la yiraahdo hab dhaqanka ama hab fikirka qof sida uu u dhaqmo waxa la yiraahdo xusnul khuluq baa lagu yiraahdo luqadda carabiga Soomaaliga waxa lagu dhaa akhlaaq ama hab dhaqan qof ama habka uu u fikiro qof ama aragtida qof sida uu wax u arko sida uu u fasiro sida uu u micneesto sida uu uga jawaab celiyo iyo falcelinta ka timaada qofka ee uu ka falcelinayo hadba waayaha jooga iyo hadba arrimaha ay nolosha soo bandhigto hab dhaqanka noocaan ama qofku sida uu u dhaqmayo ama khuluqiisa iyo akhlaaqdiisa أما أن راه نبا سيدا أو قفك أو أرك وح فكر كيسة يها في العلن تيسة أيان ما أنت ديرد سار دونا أرنتي أمر كلاجا شاكين يجوش يه برارها أو قفك رهادين يو إن كده بدالني تجندق يه سلك هو أرنتي هذه يدو أي نقطة مت خلدنا وليدته دا نلاش أورداني أي ولا خلدنا يسوع مر والبنا عرو يعيل يحقد يحمان يحسد يو كديد ينيرفس يو دي قد مر خسقف كريديس أون دي دي دونتا لا أسمار كوجود دم بيسن نتيجة ده إنه قانسوا إنه قف كأبادو إنه دردميو دردنت دردك معانا جوشة نلاش الصح ده سكان إنه نلاذنا كأبادين يسوع حران خدي يسين يكون نلاذ والواحد نيجي نه عدو سعدو فكرته سعدو دقنته يحب كادو قفل على سوح ما معمولا ما حاجة عامية أي مسؤول كا هبدق إن كاجا سيدادو فكرته هفكر كاجا يستفاد أد وجه شباب اللي سووا أيها نلاش تشوقي وحيابها نلاش هتقول كل أنتي وحيابها أركتو يا قد يده هي درينا ذي أرماه كسوف وتارة ما حاجة عامية أي سك أي سك معمولا ما ذا كم معمولا أودو لو دورتين أسيدادو فكر يسوي فكرته مسوي حوار الله دلته وعي ما حمر كاقف كده حلسية إنه أودو حلو هب فكرك يسيدو او فكري وناكسن سما شيغا يو وخه وناكسن ارغا فالعلينته توغن اي بوزيتيف كاي واخ ولبا كبخينايو ان سيدا فيعنا او دقميو فريتيسكي استاما شخصيات اي ادق اي فرحد اي غوشو كو دهان تولاي وخا سو دن حاغواني هورتا يا اخواني ان اوغانو ما جيرتو نولوشين ان واخ لا يداهو واد او هلاي ايو uu la dhashay iyo uu nasiib wanaagsan yahay ninka iyo wallahi dad caawiye nasiib u lahayo waxaan oo dhanid wax xaqiiqda iyo waaqac dhabta ku saleysan oo ka turjumayma ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay wallahu akhrajakum fi budun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ilaahay wuxuu idin ka soo saaray calaalaha hooyooyinkiin idinkoon waxba garaneen tan waxaan ku dareemaynaa in tusaysa in qofku uu soo dhashay sanwan hal erayna garaneen marka waxaad halka ka dhadhansan kartaa inuu qofku dhaxlo oo uu kasbado oo uu dhidido ama uu isagu doorto wad kan nooc shakhsiyad nooceen yelanaya qof sidee aan noqonaya qof sidee wuxuu arkaa noqonaya qof sidee u noolaadaa noqonaya qof maxay helaa noqonaya qof maxay u dadaalaa noqonaya ilaahay inuu noo balan qaado ana inda dhanna abdi bi ilaahay baa xasil qudsi kule anigu waxaan ahay waxa waa doonkayga iga malaysto
aan in another eye ilaahay wuxuu ku sheegay waxay naf kastaba waxay leedahay oo hadhow ay heli doontaa oo ama ay ka naasnaasin doontaa ay ka ciiroon doontaa ama ay ku farxi doontaa ay ku diirsan doontaa wixii ay kasbatay aayad qur-aan may ahayn taasina definitely way ahayd waatii aayaddu ahayd kullu nafsin bima kasabat rahiina qof kastaba wixii dee uu naf kastaaba waxay u adeegatay u shaqaysatay u dhididay u rafaaday ee kasbatay bay hadhow dhaxli hadhow heli hadhow wax loogu go'aamin waxaad keentay unbuu ilaahayna wax kugu siinaya then markaan ku soo noqono mawduuceenan ah ama dareenkanan maanta ka sheekaynan oo ah fikirkaaga sideed wax u aragtaa sidaad wax u arkaysa maxaa go'aamiya habdhaqankaagii saad u dhaqmaysa maxaa go'aamiya falcelintiiyo had iyo jeer jawaabahaad ka bixiso iyo sida aad ugu u waajahdo eed u qaabisho duruufaha dunida yaalla iyo waayaha iyo dareennada isdhaafaya maalinba maalinta ka dambaysa ay ka gedisan tahay maxaa go'aaminaya waa adaa go'aaminaya you are the boss of your life adigu waxa tahay maamulaha qaabeeyaha maareeyaha adduunka la yidhaaha magacaaga anu waxaan ahay maamulaha booliska madaxweynaha wasiirka ilaaliyaha komaandarka iyo qorsheeyaha adduunweynaha la yidhaha maxamed cumar cismaan oo dabcan ay sawas kala noolo adduunyo kaloo badan the same adiguna sidoo kale waxaad maamule ka tahay waxaad qaabeeye ka tahay waxaad qorsheeye u tahay waxaad madaxweyne u tahay waxaad heegan ugu jirtaa aad boolis u tahay waxaad ilaaliye u tahay nolosha iyo adduunka la yidhaahdo hebel hebel oo hebelka adiga ah marka kanu ku noqono mawduucaan la leeyahay attitude-ka ama habdhaqanka qofka siduu qof u dhaqmayo iyo siduu u fikirayo iyo siduu wax uga jawaab celinayo waxaa la yidhahdaa waa aasaaska iyo dhagaxa ugu horeeya ay ka bilaabanto nolosha tisqaadkeega iyo guulaha iyo badhaaruhu qofku gaari doono waa haddii qofku nasiibkiisa uu siiyo inuu helo positive attitude ama habdhaqan iyo habfikir iyo nolol qaabaysan oo wanaagsan haddii laakiin nasiib darro uu qofku heli waayo uu awoodu heli waayo ama ay ka dhex baxdo ka ilduufo oo uu ka gaajoodo agoon ka noqdo habdhaqanka fiican habfikirka fiican falcelinta togan inuu qofku naftiisa fahmo nafaha dadka kalena fahmo hadday dareenkaasi ka dhex baxaan luuqadaha kale waxaa lagu dhahaa attitude hadday negative noqdaan ama tu xun oo khaldan ay noqoto qofkaasi wuxuu ka qaday dhadhanka nolosha ma guulaysan doono wuxuu ku noolaan doonaa nolol diiqada wuxuu ku noolaan doonaa nolol cidhiidhiya wuxuu ku noolaan doonaa ilaahay baaba la dee waman yucrada ilaahay baa dee aayad qur-aana ku leh qofka ka jeesta waman yucrada can dikri fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma waxaa ka mid a in ilaahay dikrigiisa aad ka jeesato inaad tirin weydo badhaadhaha iyo barkhadaha ilaahay ku siiyey ood kaga mashquuso tirinta waxyaabaha kaa khaldan waxyaabahaad weyday qadarka kugu dhacay nacam dhibaatooyinka ku soo footaara inaad tirsato ayaa ka mid a ka mashquulidda iyo ka jeesashada dikriga ilaahay ilaahayna uu ka markhaati kacay xuska iyo ka markhaati kaca iyo barkhada sheegidda iyo ku farxidda iyo baahbaahinta iyo buunbuuninta iyo beekhaaminta uu ilaahay nimcooyinka ilaahay ku siiyey u garwaaqsanaysa isaga haddaad ka jeesato ood kaga jeesato tirinta dhibaatooyinka masiibooyinka iyo waxyaabaha kaa khaldan ee nolosha ku soo mara waxaad ka jeesatay dikriga ilaahay waayo waxaad ilowday wala in shakartum la asiidannakum waxaanani siinay buu ilahay yidhan nimcaddaan ku siiyey haddaad iigu mahadnaqdaan waan idii kordhinayaa buu ilahay yidhi tii baad ilowday waxaad kaga mashquushay nimcooyinka ilaahay ku siiyey caafimaadka maskaxda garashada aragtida maqalka sirajooga muuqan qurux badan walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiin waad ilowday wixii oo dhan waxaa siruun alla adduunkana xumaa waxaad siruun wadaxeellaabisteas waxaad siruun dhulkanaan ku noolahay neceba afrika liidasho badanaa afrika musuq maasuq badanaa itoola baadaad waa dadka negative attitude-ka ama habdhaqanka iyo habfikirka khaldan ee negativekii ku jiro sidaasay u dhaqmaa haddaba habfikirka qofka hadduu wanaagsanaado muxuu dhaxli doonaa muxuu heli doonaa haddii qofku sida uu fikirayo iyo sida uu dhaqmayo iyo sida uu wax uga falcelinayo habdhaqanan isku nidhaahna si guude maxaa hadhow natiijo ka helayaa hadduu habdhaqankiisa iyo siduu wax u arkayo siduu wax uga falcelinaya hadday noqdaan kuwo positive ama togan oo wanaagsan oo xagga fiican ka sheekaynaya ijaabi hadday saa noqdaan muxuu qofku dhaxli doonaa haddii ay khaldamaan fikirada noocaa iyo sidau qofku u dhaqmayo siduu u fikiraya hadday khaldantana siduu muxuu qofku dhexlaya
ما حد سيجو عاملية قف إنه حبدقن كيس وأنا أكسن هذا إنه قف حبدقن كيس حما هذا أرتا إن سكت حسارنا هل شيء وحين نجوب بدل ما دين سومالنا هاي آمن سنة أنت يوم حي إذا نا إسكت شيء الشذا يفهمك يسك آمنة خرافات عن حقيقة دين تين الإسلام ككل هين دقن كسبان يدضن ماذا سكان يدميرك حالنا يدرين كصافي أنا عن إن بملك سوقي نقول استوى ديدا يا أرفا ذي نلاشن نلاشن نلال كدكتة نلشو رهادين يكون نلادنا عن سنة بوقبني وحكم إذا حيا والله يا بس وحكم إذا أحنا سمينا ما أنت هذا نروح وين أحسن حلو وحنا رني الحمد لله وهذانا دون صالح هو ناكسنه إلهي هو جانسندي هذيك لو حنا رنا ياهم ده أيق خلدن تود ده كوي إلهي إلوبي أنا ومن أعرض عن ذكري كوي إلهي كوي كتشي استي إلوبي ده إسكت ده يلسي ده حسك إلهي هذان أدي إلهي نجمة دي أمد نجمة دون نقدنا ده وحنا نقدنا يا يس ونص قيس ونبدأ دال بحاسة دي دي جبر وحنا نص قيس توينا هلا ينو وحنا سسيني يا أود يكرتيدا وكوكس بضي وحنا ودمبا إسكا سسيني and that ما هروم تاسنا وحقنا عدو متيد دمك معمولها يسميها يس يكينها قدرك يوحد هل سمتي إلهي بقدرك قري رفعت القلم وشفت الصحف قال إن كلا جوجو قري وحد هل إلهي وقال لي كرب الله قاضي وقال رفعي قال إن كي وراقه وحل جوجو قري قدرك لوجو قرينا وين قال لهم والسلام عليكم قدر كوسة ميسيني لكن أبو ما أود بعض الله إذا هينات بدشوا your destiny أما قدر كاك مايا واحد سبب التعاون ودك واحد هاي السببها قدر كيسة هذا تقول يسيتو الحمد لله إلهي بكو قري وأنا ضد ده يسوي سبب تيدي بعدها هذا تقول ده رئيسته yes هذا يكون بس سببها ما كان الله مش يعني كلي لعلنه مركي نوح وانا اكسن هلنا ان انه نفتي انه ما حد نون نحن وحاسو ددالو نمر وحاسو رفاضو نمر حدا نقول سيرين ما كان نولانيا نولشان وحي برتين ان غوليستو واخ كستون سميسن ان انا قبن كرا ها وارن لكن هي لوبين قدره وين يا غانتي وين الدنيا كا دنبايساي هايساي وا غانتي الهي الهي با اودو له واخ كستا ادنا حتى ادونك الهي اد الهي وكيرون حتى شقيستو حتى شقيستو حتى لسه سو الهي هي لوبين مركات بداره جوجتو حسوسه الهي وحو حسوسن دونا مركب مصيبة يكواسي تتكدي دين تاي